أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مع المدى المسموح به في الطريقة المكتتب نقولوا بنسبة كبيرة، دونك هذه واحد اللائحة اللي الحمد لله ما كتبقى لائحة محدودة. كما قلت لكم على ما أعتقد كاين 41 أو 42 نشر في هذه اللائحة، يعني باستثناء هذه ثلاثة ديال الفئات نقولوا ما تبقى يمكن له ينضم القانون الذاتي إلى احترام الشروط اللي شفناها في البيانات، دونك الشخصية والطريقة الفردية النشاط يكون ديال الأنشطة الممكنة ورقم معاملات اللي يتجاوز السقف المسموح. وكنشكروا هاد الناس تاع الغرفه اللي تاحوا لنا هاد الفرصه اليوم، وكنتمنوا منهم باش يعاونونا ويدعمونا دعم حقيقي، وكنتمنوا من الساده المسؤولين انهم يشوفوا في المقاول بمدينه اسفي وباقليم اسفي ان كنعيشوا معاناه، وكنتمنوا منهم يفتحوا لنا ابوابهم ويستقبلونا ويكون الدعم دعم حقيقي. وشكرا. المغرب المقاول يطرح هذا الطلب وجه العاطلين، وكنعرفوا المواجب ديال العاطلين، يعني الدوله خاصها ديال برامج نيت فعليا ودازم باش تحافظ المشكل ديال العطاله. احنا كاع ما بقيناش بين الوظيفه، رغم ان عندنا شواهد وهذا ما بقيناش كاع حنا، رغم حنا بغينا نشوف هذاك السياق ديال الدوله بان كاين مشكل ديال التوظيف. هذا حنا دابا حنا بغينا نديرو مقاولات، انا بهذه المقاوله مثلا تجاريه ولا ولكن الدوله هي شويه واش يمكن لي انني درت مقاوله اليوم شهر او شهرين، واش يمكن نغير الشكل القانوني الى مثلا صار او يعني مقاوله حتى ماشي بالضبط انا ندير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.